داخل استاد السويس الجديد، تحياتي ليك كابتن تامر صقر، تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. اذا نادي الزمالك يتاهل لدور الثمانيه لبطوله كاس مصر بهدف نظيف على حساب النادي الاسماعيلي، بالتاكيد مباراه قويه جدا ما بين الكبيرين الزمالك والاسماعيلي هنا في استاد السويس الجديد. واخر مباراه يسعدني ان يكون معنا واحد من ابرز الاسماء التدريبيه في الدوري المصري. الحقيقه اداء النادي الاسماعيلي تحول 180 درجه على يد الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للنادي الاسماعيلي، ورضاء كامل من كل جمهور النادي الاسماعيلي على اداء الاسماعيلي وعودته مره اخرى بعدد من الفوز المتتالي في الدوري الممتاز وباداء قوي النهارده امام نادي الزمالك. كابتن ايهاب برحب بيك في اون تايم سبورتس، بهنيك على الاداء اللعيبه النهارده وبقول لك هارد لك بالتاكيد على النتيجه. واضح ان انت كنت يعني عندك طموح ان انت تفوز النهارده على نادي الزمالك، لكن قدر الله ما شاء فعل، الفريق النهارده قدم مباراه كبيره. بقول الحمد لله طبعا، بحيي الكباتن كلهم، بقول الحمد لله على كل حال، لكن كنا نامل ان احنا نكسب النهارده. شوط الماتش مشي بشكل مختلف وكان عندها فرصه، زمالك لعب 10 شوط تقريبا كامل، يعني ما قدرناش، عملنا مجهود كويس واللعيبه عملت مجهود وحاولت، لكن كانش في توفيق وكان في هدوء شويه في الشوط الاول، لكن الحمد لله على كل حال. في الاول بقول لك الحمد لله على السلامه، عودتك من كورونا، في حب كبير جدا من جمهور الاسماعيلي كابتن ايهاب جلال بصفتك واحد من ابناء الاسماعيلي، واضح ان روشته علاج الاسماعيلي كانت على ايدك بعدد من الفوز المتتالي، انتشل النادي الاسماعيلي من دوامه لا تليق بحجم وكيان النادي الاسماعيلي. والله هو توفيق ربنا الحمد لله، يعني توفيق ربنا واللعيبه دي، اللعيبه عملت مجهود كبير الفتره اللي فاتت جدا وانا بشكرهم عليه، لان بنلعب تحت ضغط كبير وبعد ربنا هم اللي كانوا السبب في الكلام ده. يعني مش هنقدر نقول ايه اللي بيحصل، لكن هم ادوا اداء جيد في كل المباريات، وان شاء الله يعملوا نتيجه يعني ايجابيه كمان في الدوري اكبر من كده ان شاء الله. المباراه النهارده كانت قويه جدا ودراماتيكيه كمان خارج الخطوط، كان في شد وجزم مع حكم المباراه، تعليقك على طرد اشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك وايضا طرد محمد حسن لاعب نادي الاسماعيلي؟ لا انا معرفش، يعني معرفش ايه اللي حصل من اشرف، لكن كان في انذار الاول، معرفش هو ممكن يكون قال حاجه، معرفش، لكن محمد حسن كان واخد انذار وخد في الكره الثانيه انذار، يعني طرد مستحق، لكن كابتن امين كان يعني ادى اداء جيد يعني طول المباراه. يعني كابتن شايف ايه اللي ينقص الاسماعيلي عشان يرجع لسابق عهده من جديد ويرجع على الطريق الصحيح بقى وتبقى يعني زي ما بيقولوا كده علاج خلاص نادي الاسماعيلي يرجع لمكانته الطبيعيه؟ لا دي عاوزه حاجات كتيره، لا عاوزه كلام كتير وما اقدرش اقوله دلوقتي، لكن الاسماعيلي في لعيبه، في فرقه، في قوام فرقه جيد جدا، عندنا لعيبه كمان بره لسه موجودين، لكن ما حول اللاعبين بقى والنادي نفسه ده موضوع تاني، يعني موضوع كبير، لكن احنا بنحاول يعني نفصل اللعيبه عن الكلام ده وان شاء الله يعني نحاول ننهي الموسم على خير، وبعدين هو يعني المسؤولين يبقوا يشوفوا ايه الوضع. يعني بعد اقل من 48 ساعه عندك مباراه قويه امام بيراميدز، هتطلعوا من السويس على القاهره على طول، بعد يومين مباراه امام بيراميدز، بتستعد لها ازاي؟ ما مش هنقدر نستعد اكتر من ان احنا نعمل، يعني مش هنقدر، ما فيش تمرين اليومين دول، لكن هنحاول نشوف طريقه لعبه برضو ان شاء الله تبقى مناسبه، ونحاول نراعي بعض اللعيبه، وان شاء الله ربنا سهل، يعني احنا بنلعب عشان نكسب كل مباراه ان شاء الله. بشكرك كابتن هاب وبالتوفيق اللي جاي ان شاء الله. شكرا شكرا كابتن. اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، اذا ده كان لقائنا مع واحد من ابرز الاسماء التدريبيه في الدوري المصري كابتن ايهاب جلال المدير الفني للنادي الاسماعيلي من داخل استاد السويس الجديد، بالتاكيد العوده ليك زميل عزيز كابتن تامر صقر، تفضل.